بالنسبة لنا اليوم المركز هذا يحمل اسم أحلام بالحاج حتى تظل ذكرها خالدة فينا وحتى لا تغادرنا، على الأقل أبسط الاعتراف بالجميل لها، لأنه هي من المؤسسات لهذا المركز وهي من المتطوعات بالإحاطة النفسية وبالإنصات التضامني للنساء ضحايا العنف وللأطفال أيضا. اليوم حبينا تخليد للذكرى هذه لأنه زاد عيد ميلاد الجمعية 6 أوت 89، 34 سنة تعديت تو على ذكر على تأسيس الجمعية. الحركة النضالية النسوية حققت معناها بعض المكتسبات، بعض التقدم خاصة بقانون 58 ل 2017، ولكن نشوفوا اللي هناك غياب لجدية التعامل، الإرادة السياسية مع الاستراتيجية لمناهضة العنف وخاصة رصد ميزانية لذلك. وبالنسبة للومضات الإشهارية، من المفروض الدولة تتحمل مسؤوليتها في أنها تعدي ومضات معناها إشهارية لمناهضة العنف لتكريس المساواة وعدم التمييز، وأيضا من أجل أنه زادة النساء ضحايا العنف اللي نعتبروهم ناجيات زادة تقل وتنقص ظاهرة تقتيل النساء. المركز يستقبل النساء ضحايا العنف، يستقبلهم ويعمل لهم الإنصات، ما يسمى بالإنصات التضامني، وهي يعني هذه آلية احنا نستقبل فيها وطورناها في الجمعية مع الدكتورة أحلام بالحاج. الانصات التضامني او لومباتي، يعني ليكوت امباتيكي سوليدير، هذه من منذ 93 خدمنا عليها وطورناها وعملنا برشا دراسات ونقاشات حولها. هذا مركز تونس اللي اعطيناه اسم احلام بالحاج من هنا فصاعدا، هذا يستقبل تقريبا في العوام الاخيره حوالي في عام 2020 اكثر من 600 حاله و1000 حاله، يعني بالنسبه للموزعه المراكز الاربعه. اليوم في نصف واحنا مازلنا ما انهيناش 2023 فتنا 600 حالة جديدة، يعني ملف جديد، هذا إلى جانب أن الملفات تبقى بالسنوات وإحنا نرافق فيها، يعني تقريبا أونجير كل أسبوع تجتمع اللجنة بكل أخصائياتها كل نهار خميس إلى حد الآن، من محاميات، من أخصائيات نفسانيات، من مناضلات الجمعية المتطوعات في لجنة مناهضة العنف، نحاولوا نناقشوا على كل ملف ونشوفوا كيفاش شنو ما التدخلات الممكنة. فما المرافقة القضائية، فما إنسان عملوا لهم زادة مرافقة اجتماعية سواء بمراسلة بعض المؤسسات والوزارات وكل في التعليم في وزارة الشؤون الاجتماعية وكل، وإلا ما عندهمش الوحدات نتاع كارني الدواء وكل هذوما كلهم، يعني التدخلات تقوم بهم الجمعية إلى جانب طبعا الدعم النفسي اللي تقوم به الأخصائيات هنا في المركز. في نفس الوقت نحب نذكروا صناع القرار وخاصة وزيرة المرأة بضرورة تحمل مسؤوليتها، لأنه احنا في المركز هنا وعندنا مراكز أخرى في القيروان، في صفاقس، في سوسة، ولكن زادة بقية الولايات تغيب فيها المراكز اللي استقبلوا فيها في النساء ضحايا العنف، لأن زادة نستقبلوا في النساء ضحايا العنف الأسري، العائلي، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي إلى غير ذلك. ذاك علاش غير كافي، نعتبروا اللي المجهودات اللي نقوموا بها احنا ما تنجمش معناها تضاهي مجهودات الدولة اللي مطروحة على عهدتها ومطروحة عليها انها ترسم استراتيجية لمناهضة العنف المسلط على النساء، معناها لتكريس المساواة ولي ايضا معناها مساعدة وتضامن مع النساء هذوما ولكسر جدار الصمت حول هذه الظاهرة وتغيير العقليات مع وزارة التربية، مع وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب، مع بقية المتدخلين، وزارة الشؤون الاجتماعية، مع بقية المتدخلين من أجل كسر جدار الصمت وأيضا معناها نقلصوا شوية من الظاهرة هذه.